مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معنا وحلقه جديده من المشهد. وهذه رؤيه تحليليه مفصله لتطورات الاوضاع في لبنان والمظاهرات والاحتجاجات التي تزداد اشتعالا يوما بعد الاخر، رفضا للتشكيله الحكوميه الجديده برئاسه حسن دياب، واعتراضا على قدرتها في مواجهه التحديات والصعاب والمشكلات والعراقيل التي تواجه الداخل اللبناني بشكل كبير، وأبرزها بطبيعة الأحوال الانهيار الاقتصادي الكبير الذي طال البلاد، والاعتراض على قدرة الحكومة على يعني معالجة أو التعاطي والتعامل مع المحاصصة السياسية والطائفية في لبنان. للحديث عن الأوضاع المشتعلة للأسف بشكل كبير في الداخل اللبناني رغم التشكيلة الحكومية الجديدة التي ربما تلقى دعما من حزب الله وبعض الحركات اللبنانية منها التيار الوطني وحركة أمل، إلا أن ردود الأفعال في الداخل والشارع اللبناني ما زالت تندد وتستنكر وتشجب هذه التشكيلة الجديدة وغير راضية عنها بشكل كبير. وهذا الأمر مترجم بطبيعة الأحوال في التظاهرات والاحتجاجات التي ما زالت مشتعلة حتى هذه اللحظات التي نتحدث فيها إليكم الآن. للمزيد من التفاصيل والمتابعة حول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والميدانية في لبنان، يسعدني أن يكون معي ومعكم في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أشكرك على تلبية الدعوة، واسمح لنا في البداية نتوقف سريعا لمتابعة هذا التقرير التالي وتطورات الأوضاع في لبنان في دقائق معدودة، ثم نعود إليكم من جديد لبدء النقاش والحوار على الهواء مباشرة. رغم الاحتجاجات التي اندلعت خارج مقر المجلس النيابي اللبناني، منح المجلس الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري بأغلبية 63 نائبا من أصل 84 نائبا حضروا الجلسة، في حين حجب 20 نائبا الثقة عن الحكومة وامتنع نائب واحد عن التصويت. وقد عقدت جلسة التصويت على الثقة في الوقت الذي اشتبك فيه محتجون حاولوا منع إقامة هذه الجلسة مع قوات الأمن، ما أسفر عن إصابة مئات الأشخاص. وغطى الدخان أنحاء العاصمة اللبنانية، حيث أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين حاولوا منع أعضاء البرلمان اللبناني من الوصول إلى مبنى البرلمان الذي أحاطت به إجراءات أمنية مكثفة. رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب قال إن الحكومة الجديدة تحمل مطالب الانتفاضة الشعبية للمواطنين اللبنانيين التي اندلعت في 17 من أكتوبر الماضي، وستعمل على إطلاق مسار إنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه لبنان تكاد تكون كارثية في ظل خسائر متراكمة على كافة الأصعدة لا سيما الصعيد المالي. وشدد دياب في كلمة له في ختام مداخلات أعضاء مجلس النواب تعليقا على البيان الوزاري للحكومة، شدد على أن لا أحد من الوزراء في هذه الحكومة يسعى وراء زعامة سياسية أو عضوية المجلس النيابي، واصفا الحكومة الجديدة بأنها من الاختصاصيين غير الحزبيين، وأنها تتبنى مطالب الانتفاضة الشعبية وتؤمن بمشروعيتها. وتأمل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تشكلت الشهر الماضي أن تساعد خطة الإنقاذ المالي في إخراج لبنان من أزمته المالية العميقة، وهذه الخطة هي التي استندت إليها الحكومة في الأساس في اقتراع الثقة بالبرلمان. ويتظاهر المحتجون منذ شهر أكتوبر الماضي رفضا لتدهور الاقتصاد ولنخبة سياسية يرون أنها شديدة الفساد، كما يتهمون الحكومة الجديدة بأنها جزء من النخبة التي يرغبون في الإطاحة بها. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور إكرام لك التحية من جديد، وبعد مرور أكثر من 3 أشهر على مظاهرات واحتجاجات لبنان، كيف ترى المشهد الحالي؟ هو طبعا مرت عدة أشهر على ما أطلق عليه الحراك الشعبي في لبنان.
الحراك الشعبي ده كان مرتبط إلى حد كبير بتدهور في الأوضاع الاقتصادية في لبنان، كان مرتبط أيضا بالفساد اللي حصل، وكان ودي يمكن النقطة المهمة قوي في الموضوع، كان مرتبط ربما برفض الطائفية. وعشان كده تلاقي حضرتك إن المتظاهرين والشباب اللي خرجوا يعبروا عن آرائهم في لبنان لم يكن انتمائهم إلى طائفة بالذات، وبالتالي ده بيعني أن هناك نقدر نقول وعي جديد بدأ يظهر نحو رفض الطائفية. أنا عاوز أقول أيضا أن الطائفية هي اللي سيطرت على لبنان منذ استقلاله وحتى الآن. يعني بتشوفي حضرتك دستور 1943 في لبنان ده كان بينطوي على الطائفية وبيكرسها. الطوائف اللبنانية المعروفة يعني السنة الشيعة الموارنة الدروز، كان الدستور يكرس الطائفية يعني بيضمن الطائفية. فتلاقي حضرتك الكلام ده من سنة 1943 رئيس الدولة اللبنانية مسيحي مارون، رئيس الوزراء مسلم سني، رئيس مجلس النواب مسلم شيعي، وهكذا حتى الحقائب الوزارية يعني وبالذات الوزارة السيادية وكده. إذن يبدو الأمر أن هناك تكريس للطائفية، والأمر هنا أيضا يعني شوفي حضرتك ده طبعا أدى إلى تداعيات خطيرة طبعا، ولبنان شهد حربين أهليتين في سنة 1958 وفي منتصف السبعينيات واستمرت لفترة طويلة 1975-1990 حرب الأهلية طبعا وانتهى يعني وضع اتفاق الطائف في سنة 1989 وده يعني أيضا دي قضية مهمة قوي، لأن اتفاق الطائف تضمن في أحد بنوده تشكيل هيئة عليا لإلغاء الطائفية. يعني الكلام ده سنة 89 تمام. طيب احنا حتى الآن يعني مرت فترة طويلة حوالي يمكن 30 سنة ولا حاجة، ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا البند من اتفاقية الطائف. أنا عشان كده أنا عاوز أقول إن الطائفية ربما تفسر كثير من التداعيات وكثير من الأحداث اللي بيشهدها لبنان. والطائفية يعني خطورتها في إيه؟ أنها توجد نوع من الولاء ينافس الولاء المفترض للدولة ككل. يعني الانتماء الطائفي والولاء للطائفة وهي إطار أضيق بيتنافس وربما يأتي في الأولوية مع الولاء المفترض للدولة، وده اللي بيؤدي إلى تأزم الأوضاع والصراعات اللي بيشهدها لبنان. صحيح، بطبيعة الأحوال يعني لهذه الطائفية تداعيات وتبعات ربما تبدو سلبية وخطيرة على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ولكن المتابع للتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في لبنان يجد أن الشعب اللبناني ربما يريد إيصال رسالة بأنه على قلب رجل واحد، ولا وجود يعني فروق واضحة أو جوهرية في الطوائف أو الفئات أو الطبقات، ولكن عمليا وعلميا وسياسيا نجد أن هذا الأمر جزء لا يتجزأ من التركيبة اللبنانية في توزيع المناصب القيادية والتنفيذية والسياسية. إذن ما هو الحال، أو هل ترى أن هناك ثمة تناقض ما بين مطالبات الشارع اللبناني في هذه الاحتجاجات يعني اللي اندمج وانصهر فيها كل الطوائف والمذاهب المختلفة، وما بين التوزيع السياسية في المقابل؟ يعني هو شوفي حضرتك يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن صيغة طائفية تم تكريسها سنة 43 حتى الآن يعني فترة طويلة حوالي يمكن 80 سنة، وبالتالي قد يصعب التخلص منها مباشرة وإنما تحتاج إلى نوع من التدرج. هي خطورة الطائفية في إيه؟ إنها بتستحوذ على الفرد طوال حياته. يعني لما بيولد من الحياة إلى الممات، لما يولد يولد في طائفة معينة، ولما يتعلم ويروح مدرسة بيروح مدرسة خاصة بالطائفة، ولما يروح الجامعة في الغالب بيروح جامعة مرتبطة بالطائفة أو قريبة منها، ولما يتوظف حتى بيبقى وفقا لحصص أيضا للطوائف المختلفة. صحيح. لما يبقى في بعثات للتعليم العالي في الخارج أو كده وفقا للمحصصة الطائفية، لما ينتمي إلى حزب بينتمي إلى حزب معبر عن الطائفة. إذن لما يجي يتجوز بيتجوز من الطائفة. إذن يبدو الأمر أن الطائفية تسيطر على المواطن اللبناني طوال فترة حياته. في حاجة تانية من الناحية السياسية مهمة، يعني وحضرتك بتكلمي عنها تكريس الطائفية، ومن الناحية السياسية تلاقي حضرتك
الشخصيات السياسية المعروفة والعائلات السياسية المعروفة في لبنان بتنتمي إلى طوائف. نتكلم عن عائلة الجمي، جنبلاط، عون، وهكذا. تلاقي إنهم كأشخاص سياسيين بينتموا إلى عائلات سياسية بتنتمي إلى طوائف معينة. وحتى تلاقي حضرتك دستور 1943 ده كان بيضمن، يعني كان بيجعل مقاعد البرلمان تقبل العدد بتاعها، يقبل القسمة على 11، لأن وفقا للإحصاء السكاني اللي تم كان المسلمين 5 والمسيحيين 6، المسيحيين بتوقفهم المختلفة والمسلمين بتوقفهم المختلفة، وبالتالي تم تكريس هذا إن 6 من المقاعد للمسيحيين، يعني 6 أجزاء و5 أجزاء للمسلمين. طيب طب لو في بالفعل توزيع البعض شايفه انه يعني عادل بناء على نسب الفئات او الطوائف في لبنان، المشكله او الاشكاليه في ايه بالظبط؟ فكره انه العمل ليس للوطن او المؤسسات اللبنانيه بقدر انه العمل لخدمه يعني اجنده او افكار او توجهات هذه الطائفه؟ لا، يعني هو دي نقطه مهمه اللي حضرتك بتقوليها. طب ان النسب دي والتعداد السكاني تغير، يعني النسب دي وضعت في وقت كانت فيه الكم الأكبر للمسيحيين بتوقفهم مختلف، في متغيرات طبعا، يعني متلاحقة ومتسارعة بشكل كبير. بالضبط كده. فكان العدد الأكبر من حيث الكم، وكان حتى من حيث الكيف، يعني كان الموارنة مثلا هم الأكثر تعليما، هم الأكثر ثراء إلى آخره. طيب بمرور الزمن، احنا بنتكلم عن 80 سنة فاتت، الأوضاع تغيرت، النسب تغيرت، وعشان كده يمكن مش بيجرى إحصاء سكاني، يعني لم يجرى من فترة يعني طويل. النسب من حيث الكم تغيرت، من حيث الكيف تغيرت أيضا، يعني بقينا نجد في طوائف المسلمة من هم على درجة كبيرة من الثراء، على درجة كبيرة من التعليم، من حازوا درجات عليا. إذن ده اللي بنسميه تغيرات حدثت من الناحية الاجتماعية لم يتم الاستجابة لها من الناحية السياسية. يعني وان الاختيارات مش بتتم على حسب الكفاءات او القدرات اللي ممكن هي تساهم في يعني احتواء ازمات البلاد، بقدر ما الاعتماد فيها على العرق والدين والطائفه، على الطوائف. يعني الاعتبارات الطائفيه ده بيخلق حاله من الصراع ربما والتشتت والتشرذم بشكل كبير. بالتاكيد. وحتى الحكومه اللي تشكلت، يعني هي متشكله من يمكن 21 يناير، انما حازت ثقه المجلس النيابي امس امبارح. طيب الحكومة دي يفترض انها حكومة يعني بعيدة عن الطائفية، مش طوائف، يعني اللي اتقال انهم متخصصين ورئيس الوزارة لا ينتمي الى طائفة معينة والوزراء وهكذا، انما يبدو الامر ان في ارتباطات وفي تعاطف بينهم كاشخاص وبين طوائف معينة. يبقى عدنا مرة اخرى الى نفس النقطة اللي بنتكلم عليها اللي بتثير المشكلات. وعشان كده حضرتك كنت بتقولي في البداية خالص في التقديم ان في يعني في نوع من الاستياء، نوع من عدم الرضا. هنا تلاقي حضرتك في اكتر من متغير، يعني احد المتغيرات ودي الايجابيه وهنشوف السلبيه. المتغير الايجابي ان الحكومه السابقه تغيرت، الحراك الشعبي كان عاوز تغيير هذه الحكومه والحكومه تغيرت. ايضا ان الوزراء نسبه كبيره منهم لا ينتموا مباشره الى طوائف، مش طائفين، لا رئيس الوزراء ولا الوزراء في اغلبهم ينتموا الى طائفه بعينها. انما المشكله هنا انهم قد يكونوا متعاطفين او بيشعروا بارتباط بطائفه معينه. فدي من العوامل يمكن اللي فيها سلبيات وفيها ايجابيات في وجهات النظر. هم ليسوا طائفيين رسميا، ولكن قد يكونوا يعني متعاطفين مع الطوائف ظاهريا او رسميا. يعني ما يتم تسويقه ان هم حكومه تكنوقراط ما لهمش اي مرجعيه حزبيه او سياسيه او طائفيه، ولكن التعاطف في الخفاء والكواليس يترجم هذه الطائفيه في المقابل. سنعود لهذه الجزئيه بشيء من التفصيل، ولكن الان معنا مداخله ومشاركه هاتفيه من الاستاذ احمد عز الدين المحلل السياسي متحدثا الينا من بيروت. استاذ احمد مساء الخير واهلا بحضرتك معنا، ويا ريت في البدايه لو يعني ترصد لنا تطورات الاوضاع الميدانيه في لبنان حتى هذه اللحظات في ظل ربما اشتعال الموقف من تظاهرات واحتجاجات. نعم مساء الخير لك ولكل المشاهدين. يعني
حقيقه يعني الوضع وضع الحكومه صعب. الحكومه نالت الثقه باقل عدد ممكن من الاصوات، وبالتالي يعني الشارع لا يثق في هذه الاداء للحكومه او للسلطه. يعني هي على مدى عقود هذه السلطه مستمره منذ عقود. تتحدث اليوم، كان هناك اليوم حديث لرئيس الجمهوريه عن اجراءات صعبه وتوقع ان يرفضها الشارع. لكن السؤال الذي هو في الشارع انه لماذا هذه السلطه التي هي موجوده منذ نحو 30 سنه، لماذا انتظرت حتى اليوم، حتى اصبح الوضع النقدي والحياتي والمعيشي والاقتصادي في حد يعني حد الاختناق، لماذا يعني هذا الانتظار للبحث في اجراءات والاتخاذ اجراءات؟ ايضا هناك اليوم غدا هناك اجتماع مالي اقتصادي وهناك اجتماع اول للحكومه بعد الثقه. يعني الشارع ينتظر ماذا سيطرح من افكار معقوله، لان البيان الوزاري كله بني على وعود، سنحاول، سندعم، سنعمل، كل هذه يعني ليست عمليه يعني، لم تطرح مهل زمنيه لتحقيق بعض الاجراءات المطلوبه من الشارع. لهذا اعتقد يعني ان الحكومه هي بنظر الشارع هي استمرار لسابقتها من حيث التوزيع الطائفي والحصص الطائفيه والتقسيمات مع بعض القوى التي خرجت، ولكن حل محل قوى من نفس. طيب استاذ يعني احمد اسمح لي ان اتبنى وجهه نظر او موقف الطرف الاخر. يعني الحكومه اللبنانيه هل ترى انها تملك الحل ولكنها لا تريد ان تفعل ولا تريد ان تحتوي الشارع اللبناني، ام ان الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه الطاحنه والمعقده والمتشابكه بشكل كبير يعني في المقابل لا توجد يعني اداه سحريه لحل هذه الازمه بشكل فعال، وانما الامر يعني يحتاج الى على الاقل يعني بضعه شهور او بعض السنوات كما يرى البعض من المراقبين والمحللين؟ يعني نعم، من الطبيعي الحديث عن يعني الحديث عن اي حلول سحريه هو امر خيالي، لا احد يملك الحلول السحريه في لبنان. المساله هي ان يعني هذه السلطه السياسيه التي هي لم تتدارك الازمه منذ عده سنوات، لماذا يعني الان تريد تحميل الشعب؟ هذا ما يقوله المحتجون، يعني لماذا تريد تحميل الشعب المسؤوليه وتستمر في سياسات؟ يعني هناك بعض المرافق التي تحدث عنها الشارع وتحدث عن الناس يمكن الاستغناء عنها ولا مبرر لوجودها، لكن السلطه تتمسك فيها. هناك ادارات يعني رديفه، هناك ادارات كل الاموال للادارات التي تحصل الاموال للخزينه ادارتها غير سليمه، يعني طريقه الاداء والجبايه غير سليمه، يعني لم تقدم على خطوات من هذا المطلوب. بالتالي من هنا يعني ثقه الشارع معدومه في هذه السلطه. يعني طيب استاذ احمد، يعني استكمالا لما ذكرته من كلمات، أهم وأبرز تحفظات الشارع اللبناني بوجه عام على أداء أو على التشكيلة الحكومية برئاسة حسان دياب، رغم أن الجميع يعلم أنها من المفترض أنها حكومة تكنوقراط تعتمد على متخصصين، وكان هذا هو المطلب الرئيسي أو الأساسي من قبل المتظاهرين في الشارع اللبناني، ولكن البعض يقول في المقابل بأنه ظاهريا هم تكنوقراط ومتخصصين، ولكن في الباطن أو الخفاء أو الكواليس يحملون أجندة ربما إيرانية تحتضن هذه الوجوه بشكل كبير، وهذا ما يثير حفيظة واستياء الشارع اللبناني. يعني لا، يعني ليست المسألة، يعني إذا كانت المسألة هي ليست في الخلاف السياسي إذا كانت إيرانية أو غير إيرانية، طبعا يعني هي نظرا بأن حزب الله هو على صلة وثيقة في إيران وهو القوة الأساسية الأكبر، طبعا تقال تسمى حكومة إيرانية، ولكن يعني الفساد والهدر يعني لا يرتبط بالموضوع الإقليمي والدولي. هناك محاصصة بين الطوائف، هناك محاصصة بين الفئات السياسية، لا شك في أن لبنان يعني هناك حمايات ووصيات سياسية تسيطر على الوضع السياسي في البلد، لكن هذا لا ينفي يعني أو هذا لا يمنع أن يكون هناك منع لوقف الهدر، منع للفساد، يعني ضبط إدارة الدولة، ضبط مالية الدولة، اتخاذ الإجراءات التي تحمي الاقتصاد، تحمي النقد الذي يعاني منه
ناس، وبالتالي هنا مسألة الناس يعني لا أحد يفكر، يعني ربما حصل في السابق صراعات كبيرة حول موضوع سلاح حزب الله، ولكن الكل سلم بأن هذا الأمر هو موضوع إقليمي ليس بحثه الآن، ولكن الموضوع الفساد والهدر والأموال والوضع الاقتصادي هو الذي يشغل الجميع اليوم. تمام. طيب أستاذ أحمد، يمكن فكرة أنه الشعب اللبناني في الشوارع وعدم وجود قائد لهذه التظاهرات أو هذه الاحتجاجات، عدم وجود رمز أو شخص بعينه يتم التفاوض معه، ربما يكون معبر عن يعني مطالب وطموحات وألام وأمال الشعب اللبناني بشكل عام. فكرة أن الشارع اللبناني يريد، هي كلمة تبدو يعني مطاطية بشكل كبير، ربما يتم طرح اسم غير حساس دياب ويتم أيضا الاعتراض عليه، فإن اللي يفصل أو يحسم مطالب الشعب والشارع اللبناني في ظل عدم وجود قائد يمثل الشعب اللبناني، وإلا هندخل أو هنخرج من دائرة لدائرة أخرى دون وجود حلول ملموسة على أرض الواقع. نعم، يعني ما يطلبه الشعب لا يطلب يعني مستحيل. هو يضع مكمن الهدر والفساد والخلل في الدولة. يعني ربما حول في العام 2015 خرجت مظاهرات كبيرة جدا، ولكنها لما كان لها رموز وأشخاص تم تركيب ملفات لهذه الأشخاص، وبالتالي البعض منها أوقف لعدة أيام وأشهر، وبالتالي تم إجهاضها. اليوم يمكن السلطة تطلب أن يكون لهذا الحراك قادة لكي يتم بالتالي يعني تحويلهم إلى تسليط الإعلام بناحية سلبية عليهم، تركيب ملفات عليهم، وبالتالي من هنا أعتقد أن الشارع استدرك هذه الأمر، وبالتالي يرفض أن يكون له قيادة موحدة. هذا إضافة إلى أن عندما يكون هناك الشارع على مساحة لبنان، إذا أردت أن تكون له قيادة فبالتالي ستكون هناك انقسامات وشرذمة في هذا الشارع، وبالتالي من هنا رفض أي قيادة له. لكن ما يطلبه الشارع هو واضح له. يعني ما يطلب الإصلاح السياسي الذي معروف لدى الجميع، يعني وكل القوى السياسية هي أصلا القوى المشاركة في الحكومة تتحدث عنه في كل مناسبة، حتى لو سمعت في خطابات المجلس النواب خطابات الثقة، النواب تحدثوا عن هذا الهدر والفساد ووضعوا يدهم على مكامن الهدر، وبالتالي لا يحتاج إلى قيادة لتفاوض. يعني أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد عز الدين المحلل السياسي متحدثا إلينا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه النظرة التحليلية. لك من تعقيب دكتور إكرام على ما ذكره أستاذ أحمد بأن يعني المطالب في الشارع اللبناني يعني مطالب معروفة للجميع، والأمر ليس بالمعضلة، وأنه بالإمكان حل واحتواء هذه الأزمات، ولكن مع وجود مجموعة طبعا من التحفظات التي ربما لا تعد ولا تحصى فيما يتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة حسان دياب. هو بالتأكيد مطلوب إعطاء الحكومة فرصة للعمل. يعني الحكومة لسه يعني خدت ثقة البرلمان امبارح، متشكلة من 21 يناير، يعني عدى عليها أقل من شهر. إذن لابد من إعطاء فرصة للحكومة لكي تعمل، ثم يتم تقييمها والحكم عليه. يعني هنفضل في الشارع طب وبعدين؟ ما هو ده أيضا عبء على الحكومة وضغط على الحكومة. فمن الأفضل في رأيي أن يتم إعطاء الحكومة فسحة من الوقت أو فرصة لكي تعمل، ثم يتم تقييم العمل. وإن كانت هناك صعوبات كتير في واقع الأمر، يعني الحكومة دي بيسموها حكومة إنقاذ، يعني حكومة بتواجه عديد من الصعوبات، سواء على مستوى الفساد، سواء على مستوى الاقتصاد، إن لبنان يمكن وصل لما يشبه الإفلاس، يعني اقترب من الإفلاس تماما. ربما في صعوبة أيضا، ودي حاجة خطيرة في رأيي، صعوبة دستورية أثيرت. ليه؟ احنا لو خدنا يعني بارقام كده هتشوفي حضرتك ان عدد اعضاء البرلمان اللبناني 128، اللي حضر منهم جلسه التصويت على الثقه في الحكومه 84. ال 84 من 128 دي نسبه 65%. طيب اللي اعطى الحكومه الثقه 63 من 84، دول بنسبه 75%. إذن يعني يبدو الأمر أن هذه المؤشرات والإحصاءات أن الأمور ماشية بطريقة جيدة، إنما البعض أثار مشكلة دستورية أمس، وهي أن الجلسة بدأت قبل أن يكتمل النصاب. يعني وفقا للدستور لابد من اكتمال النصاب، يعني أغلبية أعضاء البرلمان يكونوا حاضرين الجلسة حتى تبدأ أعمالها. صحيح. إنما اللي حصل إن وفقا لرأي البعض أنه حدث تجاوز للدستور، بمعنى
ان الجلسة بدأت قبل ان يكتمل النصاب اللي هو 50% زائد واحد من جملة الاعضاء اللي هو 128. بعد كده العدد اكتمل، وان كان ده له ايضا تفسير ان كان في تظاهرات تحيط بالبرلمان محاولة منع الاعضاء من الوصول ومنعهم من حضور الجلسة. عشان كده بقول ان الشارع بيمثل ضغط كبير يعني، وبالتالي قد يكون من المرغوب فيه من وجهة نظري ان يتم اعطاء الحكومة فرصة من الوقت لكي تعمل، ثم يتم تقييمها ويتم الحكم عليها ويتم اتخاذ اجراء. يعني قد يكون احد الاجراءات، يعني هم بيطلبوا في المقابل ان الحكومه تضع جدول زمني للخطوات او الاصلاحات الاقتصاديه، وبالتالي في المقابل الشعب بقى يحاسب يعني انه في الوقت الفلاني التاريخ المعين هل تم انجاز ما وعدت به الحكومه اللبنانيه ام لا. وده مطلب مشروع يعني ان الحكومه تضع جدول زمني لعملها، احنا هنعمل كذا في مجال الاصلاح الاقتصادي، هنعمل كذا في محاربه الفساد، وفعلا اعلنت بعض الاراء في هذا الشان. انما ايضا لابد من اعطائها الوقت لكي تعمل، وان التواجد في الشارع بصفه مستمره ده ضغط على الحكومه قد لا يمكنها انها تقوم بعملها على الوقت الاكمل. فهي دي الفكره اللي انا بقول في صعوبات. هل لان هذه الحكومه مدعومه من 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 حزب الله بشكل كبير، او الدعم الايراني لها في الكواليس او في العلن، هذا الامر ربما يثير حفيظه واستياء واستنكار الشارع اللبناني، وبالتالي هو يتعامل معها بانها لا تعمل من اجل مصلحه الشعب اللبناني بقدر ما انها تعمل من اجل خدمه الاجنده الايرانيه والحلفاء إيران، ويعني في ذيل القائمة أو في ذيل الأولويات الشعب اللبناني. وشوف حضرتك يعني أنا وجهة نظري أن ده أمر قد لا يرتبط بالحكومة الحالية وإنما يرتبط بلبنان ووضعه، وضعه الجغرافي ووضعه الاستراتيجي. لبنان دايما بيتقال عليه الحلقة الأضعف في السلسلة العربية، يعني قريب من إسرائيل، وحتى في الصراع العربي الإسرائيلي كان لبنان بيتحمل كثير. حضرتك بتشير إلى فيه تدخلات خارجية وضغوط خارجية وإقليمية بالتأكيد فيه، إنما أيضا مش لازم تسير في نفس المسار اللي قد ينتقده البعض، بمعنى إن طبعا في توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية، وهذا بينعكس على لبنان. يعني ليس فقط الضغط الإيراني هو اللي بيؤثر، طب وماذا عن القضايا والملفات اللي موجودة في المنطقة واللي إيران متواجدة فيها أيضا؟ ماذا عن المنافسة في منطقة الخليج وفي المنطقة وفي مناطق أخرى في ملفات أخرى بين الولايات المتحدة وبين إيران؟ فأنا عايز أقول إن كون لبنان يخضع لمؤثرات خارجية أو إقليمية دي ليست مسؤولية الحكومة الحالية، إنما دي طبيعة لبنان وموقعه، ودي يعني ما يمكن أن نستخلصه خلال مناسبات تاريخية من طبعا من أزمات وصراعات مشتعلة بالتأكيد. يعني أن لبنان أكثر تأثرا بها. إنما لو حضرتك بتتكلمي عن حزب الله، فعلا البعض انتقد قال دي حكومة فيها يعني نوع من النفوذ لحزب الله. يعني ما حزب الله يقودنا مرة أخرى إلى فكرة الطائفية والمحاصصة الطائفية. ما هو يعني حزب الله وحركة أمل الشعب بيعبروا عن الشيعة في لبنان وهي أحد الطوائف. والتيار الوطني أيضا داعم لحكومة حسن دياب طبعا. والتيار الوطني يعني قريبا كان قبل كده مع 14 أزار. إذن يبدو الأمر هنا أن في عوامل مختلفة قد لا يكون للحكومة سيطرة عليها، أو أن الحكومة ليست مسؤولة عنها ابتداء. إنما فكرة أن يوضع يعني برنامج زمني للتنفيذ طبعا يعني ده مطلب يعني مشروع، أن يكون هناك برنامج زمني بتلتزم به الحكومة لفترة محددة، وأن تأتي المحاسبة بقى. قد تكون المحاسبة بعد كده أن يكون في مطالبة بإقالة الحكومة، قد تكون المحاسبة أن تكون هناك مطالبة بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة إلى آخر. إنما في جميع الأحوال في رأيي أن يكون هناك فسحة من الزمن تعمل فيها الحكومة متخففة من الضغوط والأعباء اللي بيفرضها عليها الشارع حتى يمكن تقييمها. طب هل في البعض بيطرح فكرة انه لو بعض الدول سواء دول عربية او الدول يعني الصديقة او الحليفة للبنان ممكن هي تقدم لها مساعدة مالية يعني تدعمها في هذه الأزمة الاقتصادية الى حين ان تتعافى؟ في بعض الدول الأوروبية عرضت ربما مساعدات مالية ولكنها مساعدات مشروطة، فكرة القضاء على الفساد على سبيل المثال اولا، ثم
إعطاء لبنان هذه الأموال. برضو فكرة القضاء على الفساد، ما فيش أداة سحرية ممكن هي تقضي على الفساد بين ليلة وضحاها. إذن يعني هم بيقدموا المفروض بشكل ظاهري الدعم والمساندة، ولكن في الحقيقة ما فيش رغبة أو نية أو إرادة حقيقية لدعم لبنان، لأنه الأمر دائما بيبقى مشروط بالكثير من الاشتراطات المختلفة. هو مطلوب دعم لبنان عربيا، وفي دور في رأيي للدول العربية الخليجية أنها تستطيع أن تدعم لبنان بأي شكل من الأشكال، يعني سواء بأحيانا قروض أو أحيانا معونات لا تراد أو أحيانا بتدعيم وقروض طويلة الأجل لحين أن يتعافى يعني من هذه الأزمة الاقتصادية الحالية. صحيح. وبعدين وإحنا بنتكلم عن البرنامج بتاع الحكومة والتوقيتات الزمنية، ما هو يوضع توقيت أيضا لعلاج المشاكل الاقتصادية، يوضع توقيت لعلاج الفساد. وفعلا يعني ربما هتبدأ الحكومة أو بدأت فعلا اتخاذ خطوات ضد الفساد، وطلب تقرير من البنك المركزي اللبناني عن يعني أمور مالية معينة، عن تحويلات معينة من لبنان للخارج. إذن العملية بدأت. صحيح. بس هو السؤال ربما اللي بيطرح نفسه، هم لو في دول عندها، لو هنسلم ان في نيه واراده صادقه دون وجود اي نوايا خبيثه لتحقيق اجندات او مصالح معينه، لو سلمنا ان في نيه واراده صادقه لاحتواء وانتشال لبنان من ازمتها الحاليه، ايه هو يعني البعض بيقول لا، طب ما الفلوس دي هتروح لمين؟ مين اللي هياخدها؟ الحكومه اللي غير مرضي عنها في الشارع اللبناني، اللي كتير شايفين ان هي مدعومه من ايران، وبرده هنرجع جزئية الفساد وانه ان الفلوس ممكن هي هتكون مصيرها جيوب هؤلاء من الساسة، وفي المقابل برضو هيظل الشعب اللبناني يدفع فاتورة هذه الصراعات واشكالية الفساد، ومفيش حاجة عمليا وفعليا هتعود عليه بشكل مباشر. يعني انا رأيي ان المساعدات اللي هتقدم للبنان هي مساعدات للدولة اللبنانية وليست مساعدات للحكومة، يعني هذه ايضا فكرة لازم تؤخذ في الاعتبار. أن هناك من يقدم هذه المساعدات، من يقدم هذه القروض، هو يريد دعم الدولة اللبنانية وليس دعم الحكومة الحالية. فالدعم ده يظل موجود سواء الحكومة الحالية دي فضلت أو تغيرت بعد سنة ولا بعد 6 شهور، فالدعم يظل قائم. ولكن مطلوب وضع استراتيجي كيفية الاستفادة بقى على طبعًا. يعني أوجه الإنفاق بقى مع بعد أخذ هذه الأموال يعني. ويمكن أيضا اللجوء إلى المؤسسات الدولية، يعني مش لازم دول بس. صندوق النقد الدولي، طب ما صندوق النقد الدولي، البنك الدولي. والبنك الدولي بالمناسبة لما بيقرض أو بيقدم دعم أو تمويل بيراقب العملية وعلى فترات زمنية يعني مختلفة، وفي كل الدول يعني مش في حالة لبنان بس. فده أيضا أمر قد يكون من البدائل المطروح. إنما أيضا في جميع الأحوال مطلوب قدر من التهدئة، وأن تترك فرصة للحكومة لكي تعمل ثم يتم محاسبتها. يعني أنا مش هحاسب واحد ابتداء، إنما أنا أشوف هو عمل إيه ثم يأتي الحساب بعد كده، يعني سلبا أو إيجابا. فأنا في رأيي إن ده مطلوب في جميع الأحوال الحقيقة. يمكن من التحديات طبعا المطروحة على الحكومة الحالية بخلاف التحدي الأبرز، وهو رفض الشارع أساسا لهذه التشكيلة في المقام الأول، فكرة سعر الليرة وضمان ودائع البنوك وإشكاليات اقتصادية حقيقة كبيرة وتبدو كارثية بشكل يعني يتفاقم يوما بعد الآخر. كيف يمكن يعني في رأيك احتواء هذه الأزمة الاقتصادية في إطار التعاون العربي والدولي؟ لأنه هل شايف أن ممكن لبنان بمفردها وبشكل مستقل تتعاطى وتتعامل مع هذه الأزمة، أم أنها بحاجة إلى جهود دولية لدعمها ومساندتها في هذه الإشكالية الكارثية الكبيرة؟ بالتأكيد لبنان وحده كدولة لن يستطيع بمفرده أن يتعامل مع هذه المصاعب الاقتصادية الخطيرة. يعني في حتى وصلت الامور في بعض الاحيان ان كان في مشكله في تدبير رواتب الموظفين، وده شيء خطير طبعًا. يعني معناه الوصول الى يعني ما يقوم في الحياه اليوميه طبعًا. للمواطن اللبناني تدهور قيمه العمله، تدهور قيمه العمله ده، وفي اي دوله في الدنيا مش في لبنان بس، ده شيء خطير طبعًا. يعني ان العمله بتتدهور يعني في فترات قصيره، يعني كل يوم ولا كل كام يوم تتدهور. ايضا اللي بتواجه ودائع عدم القدره على تقديم مدخرات المواطنين، ده شيء خطير. او يوضع حد اقصى صغير، يعني واحد عنده 1,000,000 دولار عاوز يقول له انت هتاخد في الاسبوع 100 دولار،
يعني كل دي كوارث من الناحية الاقتصادية. إذن لن يستطيع لبنان بمفرده أن يتغلب عليه، إنما المطلوب في رأيي دعم عربي وخصوصا دعم خليجي، دعم من المؤسسات الدولية زي صندوق النقد والبنك الدولي، ثم يعني دعم أيضا من الدول، يعني مثلا وخصوصا دول ذات العلاقة الوثيقة بلبنان، يعني مثلا فرنسا قد يكون لها دور في هذا الإطار، أو دول الاتحاد الأوروبي أو كده. صحيح. أنا في النهاية يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شرفتنا ونورتنا يا فندم، وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة. شكرا لك أستاذة أمل، وشكرا للسادة المشاهدين. أشكرك، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.